السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله انا عاوز اكلمكم عن الفوتون. تفتكروا الشمس الفرن النووي الكبير قوي ده اللي محترق على طول وما بيتوقفش ابدا عن انتاج الطاقه؟ طبعا من المعروف ان الضوء علشان يوصل لنا بياخد مئات او يمكن الاف السنين علشان يوصل لنا في صورته النهائيه، فالفوتون بيسافر مئات الاميال في فتره طويله علشان يوصل لشبكه العين ونقدر ان احنا نشوف. بس المرحله دي بتحصل ازاي؟ بيتم انتاج الفوتون من قلب الشمس المنصهر اللي بيوصل درجه حرارته ل 15 مليون درجه مئويه، ودي درجه حراره مرتفعه كفايه لتبذيل عمليه الانصهار النووي. ذره الهيدروجين هي الجزء الاكبر المكون للشمس، وبسبب ارتفاع درجه الحراره بتتحلل الذره دي لالكترون وفوتون وبتتكون البلازما. البروتونات بقى اللي نتجت من تحلل ذره الهيدروجين دي بتتصادم مع بعضها وبتنتج لنا الديوتيريوم والنيوترون والبوزيترون، ولو اتصادم بروتون تاني مع ذره الديوتيريوم بيكون الهيليوم، ثلاث انويه، وتنطلق اشعه جاما، والاشعه دي هي الفوتون اللي بنبحث عنه. وبعد تكون الفوتون ممكن تتحد اتنين ذره هيليوم، كل واحده فيهم فيها ثلاثه نواه، علشان ينتجوا هيليوم باربع انويه وجزيئين بروتون. العمليه دي اسمها سلسله البروتون والفوتون، وهي العمود الاساسي لاتحاد انويه الذرات. لسه ما خلصناش. النيوترون اللي نتج من تصادم البروتونات بعد تحلل ذرة الهيدروجين ويتجه للفضاء، وبعد كده بيتحد بوزيترون مع الكترون وواحد فيهم بيبلع التاني وتنتج اشعة جاما تانية. وفي نهاية حياة سلسلة الشمس الهيليوم ده هيتحد مع بعضه اكتر من مرة وهيكون عناصر اتقل واتقل، وبكده هيحرق طاقة اعلى. نروح بعد كده للمنطقة الاشعاعية، وهي المنطقة اللي بعد كده من قلب الشمس اللي بيحصل فيها عملية الانصهار بس من الخارج. خدت الاسم ده بسبب طريقتها في نقل الحرارة عن طريق اشعاع الضوء. لما الفوتون بيسيب قلب الشمس ويروح للمنطقة الاشعاعية بيواجه معوقات في طريقه، لان البروتونات في المنطقة دي مكتظة جدا، لان البروتون ما بيقدرش يتحرك بضع مليمترات لحد ما يصطدم ببروتون تاني. وبعد الاصطدام ده بيفقد البروتون جزء من طاقته وبتتشتت في عدة اتجاهات، وبسبب كده حركة الفوتون بتبقى بطيئة وبيحتاج آلاف السنين علشان يعدي المنطقة دي. نروح بقى لمنطقة تانية من الشمس، وهي المنطقة الحرارية، ودي بقى المنطقة اللي بتفصل سطح الشمس عن باقي أجزائها. في المنطقة دي بتسيطر عملية الحمل الحراري على أي حاجة جاية من باطن الشمس، لدرجة إن هي بتنقل البلازما من باطن الشمس لسطحها. البلازما دي سلوكها زي الميه المغليه بالظبط، حتى ان هي بتنتج فقاقيع كده على سطح الشمس. كثافه بلازما الشمس بتكون في اقل صوره ليها وهي في المنطقه الاشعاعيه، وعند سطح الشمس بتكون كثافه البلازما اقل الاف المرات من كثافه الهواء، وده بيمهد الطريق قدام الفوتون علشان ينطلق في الفضاء. بعد ما الفوتون بقى ما يسيب المنطقه الاشعاعيه بيكون فقط جزء كبير جدا من الطاقة بتاعته، وبيتحول لصورة من صور الطفل المرئي، وبعد ملايين السنين جوه الشمس بيتحرر الفوتون وبيبقى مستعد علشان يوصل لنا الأرض في حوالي 8 دقايق. بعد الفوتون ما بيسيب سطح الشمس بيدخل الغلاف الجوي المحيط بالشمس، وهو شبه الغلاف الجوي بتاع كوكب الأرض كده، بيعدي طبقة الفوتوسفير وبيوصل لطبقة الكروموسفير، وبيحصل شيء مدهش. بتبدأ درجة الحرارة في الارتفاع لما بيوصل الفوتون للكورونا، والكورونا دي عبارة عن بقع بيضة بسبب خروج البلازما من الشمس، وعلى فكرة هي أسخن آلاف المرات من سطح الشمس. وعلى الرغم من كده فالكورونا ما فيهاش تجمعات كبيرة من الذرات. الفوتون بيعطل حركة بعض الإلكترونات وبعض ذرات الغبار المنتشرة، وبعد ما بيخرج الفوتون من الطبقة دي بيتجه لكوكب الأرض وجزء منه بيروح للفضاء. الفوتون بعد ما بيسيب المجال الشمسي بيحتاج حوالي 8 دقايق علشان يقطع مسافة 150 مليون كيلومتر لكوكب الأرض. لو الفوتون عبارة عن أشعة جاما أو أشعة إكس أو أشعة فوق بنفسجية مش هيقدر يخترق الغلاف الجوي بتاع كوكب الأرض، لكن لو فوتون مرئي بطول موجة أزرق أو أحمر هيقدر يخترق الغلاف الجوي ويوصل لكوكب الأرض، وبيوصل لعدسة عينينا اللي موجودة في القرنية ويمتصوا اتنين بروتون في تجويف العين ويتبعت في صورة نبضة كهرومغناطيسية للمخ، وساعتها بنشوف. لحد هنا خلصت حلقتنا، والمصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.